سلام، مرحبا بكم في فلوق التالت ديال احسن ممل في العالم. في يوم من الايام ضربتني الفيقه بحالي بحال كاع الناس، قلت اجي نطوي المانطا ديالي باش لها عرب الملل، وانا كنطوي فيها بشويه عادي. بجيت نطويها بدات كتعنكش معايا، وانا الهزه وانا اللوحه عادي. الحل هو نغسل سناني باش نحارب الملل، ومن هنا تنقي سنيناتي وانا كنغسل فيهم. عيط لي اخويا قال لي اجي صوب لي هاد البراسلي، صوبتو لي وقنعتهم يمشيو معايا وصاحبو. قلت لهم يلا تحيدوا الملل، اخذوا فيهم شويه الاجر، وانا كندور وجهي باش نشوف شي حمامه الا عجبتني نصيدها، وانا تفكر عندي درهم. بات لي واحد شقت نجيب لها فرماجه، حتى جولا مالك تجيب لها فرماجه، مالك اذا غتجيب لها فرماجه. الاجر اخوتي جبت لها فرماجه، صراحه كانت محتاجه، بقيت كنشوف فيها وهي كتاكل مسكينه. عافاكم وليو ديروا بحال هاد البلانه دار مزيان، وانا نتفكر انا براسي مازال ما فطرت. مشيت نفطر في قهوه ما فيها لي طيب فطور، عاتي مع هاد الفطور ما عاود هز اخوتي كنت جيعان ما نكذبش عليكم. خرجت نبدل الجو شويه، بان لي واحد المنظر في جهه اخرى زوين. قلت اجي نقطع ضروري، باش نبغي نقطع خاصني نقلب على شي باساج بيطون باش نقطع منه باش نهربوا الملل وصافي. صراحه منظر تستاهل تقطع على قبل من باساج بيطون. عاتي وقفت متات عوينات واحد شويه، ولاني جاني الملل ما لقيت ما من نهضر باش نحيد الملل. دورت وجهي حضرت راسي وانا نزيد جاني الجوع. جيت عدد الناس هذو كيطيبوا ماكله زوينه، حطوا لي العصير عاودوا حطوا لي الماكله. خوت ما قدرتش نصور لكم، كليت ساليت. وباش نحاربوا الملل قلت اجي ندور في الجوطيه. عرفتي كندور في الجوطيه بانوا لي شي حوايج كيتباعوا وما عندهم حتى علاقه بالدنيا. عرفت بان بنادم حتى هو ما عنده ما يده. قلت اجي نمشي للقهوه انا وصحابي، ريحنا بغينا نعاود لهم نكته وما ينوضوا اخوتي ما عرفتش النكته زوينه واقيله. مشاو القهوه اخرى نيت مزيان باش نحاربوا الملل. عرفتهم اجلسنا وهو يحطوا لنا كونسوماسيون، حطوا لي هاد الورقه ما عرفتش ديالاش، وانا نكمشها وانا شت المناضه ديالي وانا اخوتي باش نتبرد واحد شويه. وعيد مناضه وانا نتفكر هذيك الورقه ديال الخلاص، هزيتها سرحتها وانا حطها تحت من القرعه ديال صاحبي. عادي باش يخلص هو، نرجع نتفرج في الماتش بحال ما كاين والو. خونا شاف ديك الورقه هزها بدا كيمزح بها الطابله، وانا نتفكر بلي انا مسافر وانا شد الكار وانا نرجع في حالاتي. المهم راه هو اللي خلص كونسوماسيون. بارطاجي باش اللي فيه الملل يزيد يجيه الملل.